بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح طريقة معرفة المعالجات التي يدعمها حاسوبك، أو بالأحرى تدعمها اللوحة الأم الخاصة بحاسوبك، طبعا وذلك من خلال موقع processormatch.intel.com، الموقع الخاص ب شركة انتل المصنعة للبروسيسور او المعالجات. تتوجه اولا الى هنا، ومن ثم تقوم بالضغط على ديسكتوب بوردز. طبعا يستعرض لك اللوحات الام. طبعا توجد مجموعة من الفئات من اللوحة الام. هناك كذلك من يتساءل لماذا لوحات الأم من نوع H61 هي أغلى من نوع G41، أو H60 أغلى من G40. سوف نتجه أولا للH60 أو H61. تقوم بالضغط على H61 شيبسات، وبعد ضغطك على H61 طبعا تنبثق لك صفحة بهذا الشكل. هذه الصفحة تحوي اللوحات الأم ذات الفئة H61. تقوم بالتوجه إلى اسم اللوحة الأم ونوع اللوحة الأم الخاصة بك، فلنختار أي من هذه اللوحات الأم. على سبيل المثال هذه اللوحة الأم، وبعد ضغطك لنوع اللوحة الأم الخاصة بك تقوم بالتوجه والضغط على Select من هنا، وبعد ضغطك إلى Select تنبثق لك صفحة بهذا الشكل، وهي تحوي المعالجات التي يدعمها حاسوب كومباتيبل بروسيسور كما سوف تشاهد. بمعنى هذه مجموع البروسيسورات التي يدعمها حاسوبك. فكما تشاهدون يوجد البروسيسور او المعالج من نوع يوجد البروسيسورات من نوع i7، ويوجد بروسيسورات اخرى كذلك. يوجد البروسيسور i5. بطبيعة الحال سوف تجد البروسيسور i3، وتجد مجموعة كبيرة من البروسيسورات. طبعا هذه اللوحة الام، هذه الانواع كلها تدعمها هذه اللوحة الام. واجابة لمن استفسر على سبب ارتفاع سعر H61 على G41، كون ان اللوحة الام طبعا تدعم مجموعة من القطع دون القطع الاخرى. فعلى سبيل المثال هناك لوحات ام تدعم الاي7 مثل هذه اللوحة، مثل هذه اللوحة الام، وفي G41 طبعا تدعم بروسيسورات اقل من هذه البروسيسورات. فكما سوف تشاهدون عند الرجوع الى الوراء طبعا نقوم باختيار لوحات الام ذات G41. عند توجهنا على G41 نقوم بالدخول، ثم نقوم باختيار نوع من هذه الانواع او ما يسمى بالشيبسات كما تشاهدون. G41 شيبسات سيريز، طبعا هذه نوع الشيبسات الخاصة بالمعالج او نوع الشريحة. نقوم باختيار الشريحة التي نريد البحث عنها او التي هي في اللوحة الام الخاصة بنا، وطبعا سوف تنبثق لنا مجموعة من البروسيسور. فكما تشاهدون
فلو بحثنا ضمن هذه البروسيسور طبعا فلن نجد الاي 5 والاي 7. هذا ما يفسر السعر المرتفع بالنسبة للاش 61. الى هنا ينتهي الشرح، ارجو ان يستفيد الجميع، ولا تنسوا التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.